اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده وليله جديده من ليالي رمضان. نمسي عليكم بخير ونقول لكم صحه فطوركم، وتحيه لي مني ليكم ولزميلي علي القماطي اللي حيكون معاه اليوم في هذه الامسيه الرمضانيه. اكيد تحيه ليك وصحه فطوركم. مش عارف ليش طلعت تحيه لي، يعني بقى كويس الواحد يحيي نفسه اساسا. يعني اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وصحه فطوركم. اكيد اليوم 23 من رمضان، الشهر بدأ ينقص، مازال ايام معدودة على نهاية الشهر. إن شاء الله هذا ان شاء الله العقبال العقبة اللي داير الشهر قاعد ما احنا نقوله. طبعا بدت خاصة في الاسبوع الاخير، بدت تجهيزات من الاسبوع اللي فات، احنا تكلمنا على تجهيزات مباراة العيد. ما عادش مباراة المطبخ والماكلة، لا خلص بدا موضوع ثاني. مش بس الملابس، احنا الاسبوع اللي فات تكلمنا على الملابس، تجهيز الاطفال، تجهيز الكبار، الحاجات الجديدة. لكن الموضوع اكبر من هيك بهلبة، في اللي يتقلع الحوش كامل يعني بوتات جديد وغيره وغيره. وحكينا احنا قبل هيك انه قبل ليلة العيد بالتحديد، يعني ربما ان شاء الله في الحلقه الجايه ممكن نحكي عليها باستفاضه، ان في يصير تغيير كبير وكان الحوش كله ينقلب مع بعضه، وتنظيف وترتيب واستعداد استقبال طبعا المعايدين اللي حيكونوا من الاهل والجيران والاصحاب في يوم اول يوم العيد. ايضا عليه من الجميل ان في فتره طبعا ايام العيد يكون فيه طبعا اجواء خاصه، زي ما قلنا زي ما قلت انت، هذه الاجواء طبعا بدايه من العشر الاواخر يبدا في فرح وابتهاج، لان هذه ايام مباركه حتكون فرحه للصائمين انهم حيتموا صيامهم، وان شاء الله ربي يتقبل منكم صيام القيام. وايضا فكره الفرحه العيد، يعني اللي زي ما اشار عليه ان هي تبدا بتزيين البيت وتجهيزه واعداد الحلويات، طبعا الى جانب التجهيزات الاخرى اللي تكلمنا عليها فيما سبق. في ايام العيد حنتكلم عن تجهيزات وترتيب وتزيين العيد مع اختصاصيه الاشغال اليدويه لبنى القاضي. اهلا بك، اهلا وسهلا، شرفتينا. صحة فطورك. نسينا طبعا وصحة فطورك. خلينا نتكلموا عليه، اكيد سمعتي الحوار اللي قبل شويه، احنا كعادات في ليبيا بدت عادة للاسف ان في هلبا ناس يغيروا المنزل بشكل كامل، في حتى اللي ديكورات كامله تتغير داخل المنزل. خلينا نتكلموا على جزئيه بسيطه، كيف ممكن يغيروا اشياء بسيطه وتدير فارق في المنزل. تمام. كل بيت، كل يعني كل بيت بحب يعمل اشياء مميزه انه بتفرق عن البيت الثاني. في عادات مثلا بكل بيت موجوده زي الحلو او المعمول او الحلويات اللي بيعملوها التراديشنال حسب اللي هم متعودين عليه. حاليا صار في، عشان صار في ماتيريال كثير، فصاروا يستخدموا كثير ماتيريال عشان يزينوا هاي الحلويات. وفي افكار جديده نزلت عشان نعرض هاي الحلويات او نقدمها بطريقه جديده. فحبيت اعمل شيء جديد مختلف عن اللي متداول فيه، انه تقديم الحلويات على شكل توزيعات او غيرها. طيب اليوم تغير التقديم، زمان كانت بسيط جدا ومش مكلف صراحه يعني. وكانت البساطه هي اللي قايمه، كانت المحبه واستقبال الناس ليك هو اكبر حلو ممكن الواحد ياخذه في الحياه، يعني شيء كويس. طيب كيف انا ممكن نستفيد من هذا التطور اللي صاير ومن هالاشياء هذه، وبحيث انه هو يكون يعني يتوافق مع ميزانيتي، ما يكونش مرهق علي؟ فانت شو حتستخدمي من مواد ممكن ما تكون بسيطه وما تكونش مكلفه لست البيت او ربه البيت؟ حاليا اغلب المواد، يعني في مواد بسيطه يعني بطريقه ممكن انت تصنعها بالبيت، حلو كويس، ريسايكل، وفي ممكن انت تشتريها جاهزه. طيب فانا عملت كم شغله، انها في شيء جاهز وفي شيء ريسايكل رح نعمله. حلوه فكره الريسايكل علي، الواحد يستفيد من الاشياء الموجوده في البيت يعني. اكيد. بس في الفكره اللي موجوده حاليا انه نعرض الحلويات على باب البيت من الداخل. او المدخل يعني. لا على الباب نفسه. على الباب نفسه. يعني في حال في حال انه الضيف هو طالع، مرات بنسوا انهم يقدموا الحلو او هيك. زي هيك تكون اوريدي معلقه على الباب. ومن الداخل عشان الخارج انه تعرض حلو للاطفال راح ياخذوه بكل الاحوال. يعني مش معناه يلا روح. بالضبط. لا هي انه تكون من الداخل اللي عشان تتذكر انك تاخذ. زي ذكرى. هي حاليا الحلو صار عباره عن زي بسموها توزيعات. انك بتعطيها كذكرى، مش شرط انه تفتحها او هيك. يعني فكره اني اكون استاذه لبنى على الطاوله نشيلوها يعني. يعني انا ما حبيت شيء جديد اعمل، لانه خلص كله على الطاوله او على يعني يكون على الباب، على الباب بس من جوا، يعني من جوا البيت مش من الخارج. يعني في حال الضيف هو مروح يتذكر انه ياخذها معه. جميل جدا، حلوه الفكره. طيب كيف الفكره كيف ممكن تطبق؟ يعني شو الاشياء اللي حنستعملوها؟ احنا اكيد حنديروا حاجه حاليا. سهوله الفكره انه انت تختار الشكل
الثيم المناسب مع بيتك يعني. في شغلة بسيطة ممكن أفرجيهم إياها. تفضلي. أكيد. هي عبارة عن زي تعليقة على باب البيت من جوا. طبعا أنا حطيت كم حبة يعني مش شرط إنه نعبيها كلها بشكل عام حسب الضيوف. بنعلق عليها الحلو اللي إحنا عملناه. حلوة الفكرة. يعني بهاي الطريقة وأنت تعليقة اختيارية ممكن يكون عندك شغلة بتعملها أو بتشتريها جاهزة. حلو. أنا هون أضفت إنه عيدك مبارك. عيدك مبارك وأضفت يعني إشي يكون لابق مع شهر رمضان ولابق مع العيد. نعم. هذه كلها أشياء جاهزة اللي تكون بالنسبة لل. هاي أشياء جاهزة أو أشياء ممكن إذا الواحد حب إنه يعمل إشي جديد إنه يشتريهم في أماكن بتبيع هاي الأشياء لحال. بتعملها بهاي الطريقة. حلو. راح اعلمهم يعملوا من البيت تعليقه هاي يعني بدل كويس. حلو الفكره يعني يستخدموا الاشياء الموجوده في البيت لو حد ما قدرش يشتري او مش متوفره هذه الاشياء بالزبط. عنده تمام. في عندنا تعليقه الملابس اللي هون تعليقه الملابس اللي عندنا بالبيت موجود بكل مكان اللي هي المعدن. المعدن اوكي سهله. أنا غيرت فيها بطريقة إنه يطلع بهذا الشكل. أنت مطتيها. بالضبط. وتقدر تغير لونها أو تستخدم. أنا استخدمت اللون الذهبي غيرتها. وممكن نضيف عليها إكسسوارات يعني هي سهلة لأنها سهل إنك. سهل التشكيل. سهل التشكيل ممكن تعملها دائرة ممكن تعملها مثلثة حسب ومن هون. تتسكر بطريقة انك تقدر تعلقها. حلو الفكرة. مثلا هيك اللون او تغير اللون. في عندي هاي نقدر نجيب لها مثلا اشياء لابقة للون المنزل او اشياء او اللون اللي ستي بتحب تزين فيه. بالضبط. وبنضيف عليها اشياء جاهزة اللي اوريدي بنقدر نشتريها يعني تكلفتها كثير قليلة بسيطة جدا. بنضيف عليها رمضان كريم او عيد مبارك او شيء زي هيك. راح اضيفها طبعا. والحلو بيعتمد على ايش الحلويات اللي عندك وايش الطريقة اللي بدك تغلفها. بس الفكرة التعليقة اللي هون انه نستخدم تعليقات نعلق الحلو فيها زي ما هم شايفين. لأن بهذا الشكل أنا عملتهم على شكل طول فبنقدر ندخلها فيها بشكل سهل بحيث أن أيضا حتى الضيف يقدر يتناولها بسهولة يعني متغلبش فيها. تدخل بهاي الطريقة مثلا حيث أنه يعني دخل أكثر من واحدة بطريقة أنه الضيف يقدر يتناولها بكل سهولة أو نفسه هو المضيف يعني بطولها بعطيها. طيب قبل ما نكمل تفاصيل الشغل هذا هل في نوع معين من الحلويات ينفع يكون أو كل الحلويات ممكن نستخدمها بنفس الشيء؟ لا أكيد يعني الشكل بيعتمد على أنت وزوجك إيش حاب. بس مثلا هون أنا حاطة زي معمول بزبط للمعمول أو الشوكولا أو أي شيء. طيب حتى في الفترة الأخيرة خاصة في ليبيا بدت حتى عيديات الأطفال بالضبط تندر لها تصاميم معينة هل التصاميم هذه تمشي مع عيديات الأطفال ممكن تستعملها؟ أكيد يعني إذا عملنا الشكل ملفت للأطفال بشكل ألوان أو شكل زي كرتوني معين ممكن نحطه على باب البيت ممكن نحطه من خارج يعني إذا حبينا إحنا نعايد أطفال الجيران أو الحارة بطريقة حلوة ممكن نحط لهم نعلق لهم على الباب شغلة تلفت انتباههم نفس الوقت تكون فيها حلو. مثلا هاي في كمان طريقة ثانية أنه تكون على شكل سلة يعني سلة بسيطة بس إذا بالبيت أكيد في بالبيت سلة بتضيف فيها الحلو اللي أنت حاب تحطه فبتعلقها على باب البيت من جوا أو من برا يعني بس هي فكرتها أنه ينضاف لها من هون تعليقة ومسمار على الباب يعني بهاي الطريقة أنت تتذكر الحلو بنفس الوقت انه منظره حلو كمان تستفيد من الباب صحيح. حاجه جديده انضفت على الديكور بشكل عام بالضبط لان زي ما اشرت انه بدل التقليدي نحط عليه طاوله على الطاوله كضيافه زمان كان ضيافه على الطاوله او انه واحد يلف فصار حاليا انه بيعملوا له ستاند كامل فحبيت انه شغله انه الباب لانه اغلب يعني كثير مرات بتمر انه انت بتنسى فكره انه الحلو موجود والناس بتروح فهيك لا خلص هو موجود عند الباب. على فكره عجبتني فكره التغليف عليه لان انت احيانا بتزور اكثر من شخص في نفس اليوم من كثر انت ما بتاكل الحلو
تشرب القهوة حلو قهوة أحيانا خلاص مش قادر أنت تأخذ هذا، فبالتالي ممكن تأخذ أنت لو عجبك شيء معين وأنت حابك ما عندكش رغبة تأكله توا ممكن تأخذها معك لوقت ثاني وتأخذها لوقت ثاني يعني أكيد. بصراحة يعني فكرة كويسة يعني بالضبط خاصة لما يحلفوا لك والله لما تأخذ طبعا التغليف في أكثر من طريقة بس حبيت إشي سهل يعني لأي بيت اللي هو عبارة عن إذا توفرت أنك تشتري هاي الأشياء اللي هي بتكون زي حرير أو دانتيل أو أي إشي أو بتعملها بالبيت ممكن تجيب قماش وينقص بشكل مربعات أو دوائر وتنحط فيها الإشي اللي انت عملته ممكن او الإشي اللي اشتريته بطريقه سهله اللي هي بهاي الطريقه مثلا انا عملتها بحيث انها تغلفها بطريقه حلوه بهذا الشكل وبناخذ مثلا بنجيب خيوط حريريه او اي لون حابينه احنا في البيت ممكن نعملها بهذا الشكل هي تتربط وبنترك لها مجال اذا بدنا نعلقها او لا هو حسب اللي برجع للشخص اذا حاب هاي الفكره او لا يلا جدكم خدمه جديده للعيد فكره طويله وكيف طيب بما انك قاعده تشتغلي فيها يعني هذا كيف نستغله الاطفال يحبوا يساعدوا في العيد والاشياء اكيد هي لانها سهله عباره يعني ما فيها شغل غير انه انك تلف قطعه الحلو وتحط عليها الشغل اللي انت حابب تحطها بالعيد فالاطفال ممكن يساعدوك انهم يحطوها جوا يعني سهله بطريقه بسيطه او ممكن تشتري الباكيتات الصغار اللي بنحط فيها كمان اعتقد انه حتى حلو لو كان يكون مثلا فيه حتى يعني قطع للاطفال يعني تكون عليها رسومات معينه أكيد حلوه حتى باعياد الميلاد الاطفال كمان تنعمل يعني هي فكره بتزبط في زمان بدو فتره يديروا في الكوكو برنج وغيره وعلى بالضبط شكل بالضبط على اشكال بس ايه هي الفكره حتى هذه لما يجيك صغار في العيد حلو يحبوا الحاجه الملفته للانتباه لما تحط لهم اياهم قدامهم يعني كثير بنبسط فيها طيب وين غير الباب ممكن نستغله الضيافة؟ هي عبارة عن تعليق يعني انت حبيت تحطها على الباب حبيت تحطها على الحيط حبيت تحطها بأي مكان انت حاب عادي يعني بتزبط حتى لو حطيتها مثلا ممكن نحطها بال مكان الثريا نازله ممكن شيء كبير اذا انت اوريدي وناس عندك كثار وهيك شيء ممكن تنزلها بطريقه حلوه بسله كبيره يكون حلو جواتها حلو حلو الفكره في نفس الوقت حتى توفر موضوع الصحون بالضبط موضوع يعني انه كل واحد انه ياخذ تذكاره بايده هاي كمان حلوه انه بدل ما تلف عليهم تحرجهم نعم طبعا ان شاء الله تكون الناس عجبتهم الفكره هذه واكيد حيستعملوها لان اخف في كل شيء سواء في حوسه في غيره وفي نفس الوقت حاجه جديده ممكن تضيفها على المنزل طبعا متوفر الاشياء اللي هي الستاندات الدوائر الخشب او زي السند هذا بالضبط زي هذا متوفر باي مكان صار حاليا لانه اغلب الناس صاروا يحبوا يشتغلوا الشغل نعم صح احنا شاكرين وجودك معنا وشكرا على هذه النصائح وهالمعلومات اللي قدمتيها لنا وهذا البروتوكول او الشو الجديد الحلو هو فكره انه على الباب صراحه انا قاعد نحاول نتخيل الموضوع كيف يكون شكله فان شاء الله المشاهدين اليوم استفادوا منها وجربوها فكره جديده وشو جديد وطريقه برزنتيشن جديده في التقديم صح. اللي حلو العيد احنا شايفين وجود معنا السيده لبنى وشرفتينا وصحه سحورك مقدما شكرا لك شكرا جزيلا لك طبعا اكيد ان شاء الله تجربوا الاشياء هذه كلها وتعجبكم وتستفيدوا منها في العيد كاد يكون جديد زي ما قلنا وكطريقه جديده للتقديم توا حنرجع شويه لاجواء رمضان الايام الاخيره الصفرة بدت اللي جي حط ولف فخلينا اليوم لحظة قبل ما تمشي تقدم من الفخر على الماكله البايته ليش على الماكله البايته؟ انا بنشير ان العشره الاخيره علي صحت حتى لما تخش على الفيسبوك وتشوف المنشورات اغلب السيدات يحطوا في بوستات يحطوا في رسمات نتاع خلاص كرهنا المطبخ ملينا بالضبط ولو ان هم حيبدوا في الحلو يعني العشره الاخيره يبدوا يجهزوا للحلو العيد اقل ما فعل حاجه جديده ومره وتمت بس الباين ان امهاتنا وزوجاتنا واخواتنا كلهم يعني وصلتهم لحدهم المطبخ وكارهين المطبخ عندي احساس انهم يبوا شهر يعني راحه بعد رمضان اكيد ربي يعطيهم الصحه وكل ام وكل اخت طبعا في الشهر هذا في الاخير بكل كسبوا اجر انهم يوقفوا ناس صايمه وتعبوا على خاطرهم فالله مطعمنا اطعمنا واسقي من سخانه يا رب العالمين بالضبط كل امهات والاخوات اكيد
كل عام وهم بألف خير. خلونا بس في الأيام الأخيرة مازلنا وصفة والله اثنين نتابعوهم مع بعضنا وإن شاء الله تستفيدوا منهم طبعا في الأيام. خلي اليوم نتابعوا وصفة الشيف إسراء يلي دارتنا كفتة بالبصلة. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، اليوم مع الشيف إسراء يلي محضرتنا أكلة جديدة واللي هي كفتة بالبصلة. نجول المكونات الكفتة ويلي هي زي ما تشوفوا قدامكم، نص ربضة معدنوس مقطعة بشكل ناعم، قطعتين صغار بصل مقطع بشكل صغير، وحوالي 300 جرام لحم مفروم، وكاشيك ونص طماطم معجون، وتوابل يلي هي كاشيك صغير ملح، وكاشيك صغير كمون حوت، ونص كاشيك فلفل أحمر، وفصين تومة مدقوقة، وثلاثة كواشيك خبزة مرحية، ومعانا بيضة واحدة أو بالليبي احنا نقوله دحية. وفي صحن نخلطوا كل من الحم والبصل والمعدنوس والتومة والدحية والخبزة المرحية يلي هي ضرورية عند الشيف إسراء لأنها تخلي الكفتة متماسكة وما تتفترش. وأخيرا نحط التوابل والطماطم المعجون مع بعض باش يندمج كل الخليط مع بعض وهيك يكون شكله زي مدارة الشيف إسراء. وتوا نبدو ناخده من الخليط ونديره الحجم اللي نحبوه، نكوروه كور ونطبطبوا عليه شوية زي ما تدير الشيف إسراء، ونستف كل كور في صحن لين تتم الخلطة يلي عندنا، وبعدين الكفتة نغطسوها في الدقيق ونبدو في القلي. ناخدوا طاوة ونصبوا فيها كمية من الزيت ويكون على نار متوسطة، ونقلي الكفتة لين تتحمر، والمهم ننتبه إنها تتحمر من الجهتين، وبعدين نقيم على كلينكس باش يمص الزيت منها. وتوا نجول البصلة متاع الكفتة، ناخدوا قطعتين من البصل ونقصوهم جناوح رقيقة وهيك يكون حجمه وشكله. وفي طاوة تانية ناخدوا شوية من الزيت اللي قلينا به الكفتة ونصبه في الطاوة، ونحط عليه فص ثوم، وطبعا فص ثوم هنا اختياري، وننزل على البصل نحرك نحرك لين يدبل، وزي ما تشوفوا هيك يكون شكله. بعدين نضيف عليه كاشيك صغير من الطماطم المعجون وكاشيك كبير من الخل الابيض، ونقول لكم ان الخل ضروري في تطيبة البصلة، وناخد معاها نص كاشيك صغير ملح وربع كاشيك كمون حوت، ونقعد نحركه في البصلة لين تندمج كل المكونات مع بعض، وهيك يكون الشكل النهائي للبصلة. وتوا تعالوا نشوفوا كيف يتم تقديمها مع الشيف إسراء. نستفوا الكفتة في صونية ونديروا عليها شوية من البصلة، وهذا الشكل النهائي. وصحتين عليكم وعافية، وإن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم، وتسلم يديك يا شيف إسراء. الوصفة خدفت إن شاء الله الناس يجربوها كل واتي، بس قرضوا 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 وحطوا. أكيد الكفتة هي علي ممكن مناسبة، لأن في بعض الناس لمبطن الكفتة برضك يحط لجانب المبطن، مش كل يديرها في العيد يعني، بس هي في رمضان موجودة أكيد على السفرة عند أغلب الناس، لازم تكون موجودة الكفتة. أكيد طبعا إن شاء الله تستفيدوا من الحاجات هذه في رمضان وخارج حتى رمضان. كل الشكر لجروب كوزين وكل الشيفات اللي تعاونوا معنا خلال شهر رمضان وقدموا لنا المادة هذه، وربي يعطيهم الصحة صراحة. آمين يا رب العالمين. أيضا علي في الأيام اللي فاتت تكلمنا عن العادات والطقوس الخاصة بشهر رمضان طبعا، واللي منها الحلويات الرمضانية. اليوم مع بدء طبعا استعدادات للعيد حنحكي عن حلويات العيد المحببة القديمة اللي هي تريديشنال زي ما أشرنا المرة الفاضلة اللي فاتت. ويسرنا أن تكون معنا سيدة سليمة العبيدي، وهي ناشطة مدنية مهتمة بالتراث الوطني. أهلا بك سيدة سليمة. سيدة سليمة مساء الخير. سيدة سليمة شكلها في عندها مشكلة شوية في احنا هذا تناقشنا على الموضوع هذا، على موضوع الأمس تقريبا، مش أمس، يوم الأحد اللي فات لما قلت لك تريديشنال والأكلات اللي هو المقروض والغريبة اللي هم سيدات المكان. أكيد المكان يعني، هي يعني إيه؟ إيه؟ في من الناس طبعا اكيد المناطق تختلف حتى في الموضوع هذا من منطقه لثانيه، وهيك خشت حاجات جديده، بدو كيكات ما كيكات ايه خش الشرقي هلبا عندنا والغربي خش الموضوع. تو اكيد السيده سليمة حتذكرنا بالحاجات الاساسيه البيزكس اللي تكون في غالبيه المناطق وقاعدين محافظين عليها لليوم. ف
يعني جاي انا اقول لك يعني ايه هو حلو جديد. الفكره انه مثلا في حاجه لحد الان تلقى كل اللي بيهم حافظين عليها وما تخلوش عليها وما زال متواصله ومتوارثه. هو المقروض هو السيد اللعبه كلها يعني المقروض مستحيل لانه خاصه الحاجه في الحاجات المعسله تكون بالعسل يعني بالضبط وهو أيه. هو اللي مش عارف انا بحسب ما هيك شفت لان الفتره الاخيره طبعا بدات اتابع هلبا في صفحات تطير بالك ها نتعلموا حاجه كويس يعني بدات مركز انه تقريبا كل المناطق كعك حلو كعك مالح غريبة ومقروض هذا المتعارف أيه بشكل عام طبعا في طرق مختلفة من منطقة لمنطقة أيه وحتى من البيت وهذا موضوع حوش يختلف الموضوع لكن في الأخير بقول إن هذه الأشياء اللي تحاول الناس من أي منطقة تلقاهم لا مركزين عليها وقاعدين يبدلوا في الطرق بيناتهم وغيرها يعني فإن شاء الله السيدة سليمة إذا كان موجودة معنا واحد طيب برضك طيب ماشي هاي سيدة سليمة مساء الخير مساء النور وكل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه ان شاء الله على الجميع يا رب وانت بخير رمضان وانت بخير يا رب ان شاء الله وان شاء الله يا رب ربي يتقبل منك الصيام والقيام وان شاء الله يا رب ايضا عيد مبارك مقدما ليك ان شاء الله على اسرتك الكريمه كلها يا رب ان شاء الله يسلمك يا رب الله يسلمك كل عام وانتم بخير سيده سليمه في البدايه خلينا نتكلم على حلويات العيد يعني العيد حتى هو في عندنا كالبيين عندها خصوصية مش بس في اللبس وهيك لكن حتى في من التفاصيل الحلويات اللي تقدم في العيد لو تتكلمينا بشكل عام المطبخ الليبي بحسب ملاحظتك وبحسب مارسته من أجيال من جيل لجيل شو الحلويات اللي يهتم بها المنزل الليبي في العيد في البداية طبعا نوجهكم التحية من خلال هذا البرنامج ولجميع كل الليبيين واكيد نحن كليبيين نحن عائله واحده كلنا أكيد. واهم شيء في الحلويات الليبيه كانت من خلالنا بحث دراستي ان كل الليبيين يتفقوا على حاجتين وانتم تتفقون عليه اللي هي الكعك الليبي والغريبه الليبيه هذه كانت من اهم الحلويات كانت لها طقوس خاصه تندار تبدا من بدايه العشر الاواخر صبايا لما الحاجات بتاعت الكعك اللي هو الكمون والجلجلان والمنياكا والدقيق والزيت وماروكان في بعض الاحيان تتم اهالي الشارع كله في محوش واحد من دار الكعك الليبي والغريبه الليبيه بس في حاجه ان تختلف طريقه الغريبه او الكعك زي ما قلتم بدري من منطقه الى منطقه في ليبيا صح في طرابلس مثلا تدار باللوز ولازم يكون فيها اللوز الملحي تنضاف لها شويه الزبده الغريبه طبعا والزيت. ايه. المنطقه الشرقيه تقول لا بالسمن والقرنفل. القرنفل ايه. وتعلم هيك الوسط بالقرنفل. نفس الكعك كان يندرى باليد ما فيش ماكينه ولا في الالات طلعت في اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات بطلت عندنا الماكينه بتاعت الكعك وكذا لا ثم الناس على الصف الطيور يندار الكعك وكان يندرى بحجم كبير. من دس الكوشة الصفر الليموني تلقى العيال صغار فرحانين لما حاطين الصفر عليه نصهم يجاروا الكوشة بيطيبوا الكعك كانت لها نكهتها كانت لها قيمتها عند الطفل وعند الاهل لما تلقى الشارع الناس ماشيه وجاي صفر الكعك والغريبه بجانب ان في المنطقه الغربيه اضاف لها المقروض زي ما قلتم بدري المناطق كان مش معروف وقت في المنطقة الشرقية ممكن في درنا كان معروف لكن في بنغازي كانت أهم شيء هي الكعك والغريبة جانب أن بعض المناطق في ليبيا كانت تدير في الفطيرة ايه صحيح في من ضمن الحلويات في ليبيا زمان كان السفنز حتى دار الفجر بشي قد صاخ لما يجوا ناس تعيد مش ندار على السفرة في رمضان بس السفنز أيه. حتى من ضمن الحلويات في رمضان صح طيب. عندنا المنطقة الجنوبية كانت تتميز بكعك اسمها كعك المخمر يخمروه ويحطوه حتى كان في التنور لما كان ما فيش طبعا فرن ويحطوا معاه في الصبح معاها يحطوا التمر يعصدوه بالسمن ويسموا فيه النافع كان النساء كذلك في الجنوب قبل بأيام يلحن الرز ويطيبن يقولوا محلبية العيد يحط فيها حلبة تمر لكن طبعا الطبق الرئيسي في العيد هو التمر. كانت في حاجه سمحه في عندنا احنا كليبيين ومناطق الجنوب والمناطق الدواخر كانت سمحه فيها ان كل الناس يوم العيد يطلعوا كلهم للجامع
ويكون في شخص يوم العيد اللي ما يتغدوش الناس في حيشان اللي كانوا عند الشخص هذا يلتموا كلهم ويتغدوا عنده. صح. فكانت هذه لفتة جميلة الآن يعني ليش فقدناها وليش بدنا نفقد فيها مش عارف اللي هي ممكن قاعدة توا بس حتى في داخل المدن يمشوا عند كبير العيلة زي ما يقولوا فيلتموا عنده كل الأفرع الثانية ممكن هذه اللي تبدلت بس إن صلة القرابة بدل عند كبير العيلة بدل من إنه جار أو حد في الشارع معك لكن أنا نحكي لك إن يوم العيد زمان ما كانش حد يرجع الحوشة قبل العصر صح تصور إن قبل العصر ما يروحش الحوشة ينقل من مكان لمكان ويعايدوا المريض ويسوي إذا كان في حد عنده مفقود وكذا لكن نحكي علينا الحلويات كانت الأساسيات هي الكعك غريبة. طيب السيدة سليبة يعني شنو الأصناف اللي توا للأسف فقدناها ومعاش تحس إنها موجودة ضمن ضيافة العيد زي ما تعودنا يعني زي أهلنا في زمان يعني مع دخول الحلويات الشرقية والغربية والأشياء الجديدة كيكات وملكيكات والأشياء الجديدة هذه كلها زي ما قلت توا دخول الجوانب الجديدة علينا هذه وظهور المنتجات الجديدة من الحلويات اللي ما نقولكش من هالسنه بحياه ليبيا ولكن بعيده علينا شويه بدينا نفقدوا الكعك الليبي جد بشكل الحلو والطفره والنكهه نتاع الليبيه الصبحه الغريبه نفس الشيء بدنا نديروا لها في اضافات صح. جديده ونكهات قدت قيمتها كغريبه ليبيه بالقرنفل او باللوب نفس عندنا زمان الحلوى كانت حلوى الكراميل العاديه الحلوى اليابسه شويه زي ما يقولوا لها بدينا نفقدون حطت الصفه قدام السقيفه ومعانا احنا زمان نقولوا الشربات اللي هو العصائر طبوة كانت حتى بعض الناس تقوم به في البيت اللي هو عصير الرمان والعصائر الطبيعيه فقدناها نتيجه دخول المنتجات علينا للاسف الشديد ان اغلبيه المنتجات لو نجي حتى من ناحيه صحيه ما عادش زمان بالضبط حتى فقدت قيمتها الصحيه شويه على الناس ففقدنا نحن اللفته الليبيه السمحه اللي هو الكعك الغريبه الفتات الفطيره وبعلمك ان في بن وليد يفطروا على الفتات كانوا زمان الحليب يشربوا فيه بالفتات الصبح نعم الان ما عادش فيه الحاجات هذه لكن تكلمت على نقطه مهمه هي دخول حتى الطرق التقليديه في من اشياء واحد زائد واحد يساوي اثنين خاصه احنا في مطبخنا الليبي سواء في الحاجات زي ما يقول الحارة اللي هي تطيب وحمرة وتكون وغيرها أو حتى الحاجات الحلوة تقريبا أساسها واحد زي ما سميتي أنت في البداية تختلف في تفاصيل معينة وتعطي نكهة مختلفة تماما اليوم بدأت تخش إضافات في رأيك الإضافات هذه اللي بدأت تخش وتغير هل تعتبر إضافة للمطبخ الليبي ولا تشويه زي ما يقولوا بعض الناس أنا ما نقولش تشويه ولكن نقوله أن هذه الأشياء بدأت تطغى علينا نحن كعادات ليبية في المطبخ يعني نحن مش من عاداتنا أن مثلاً نجيبوا الجهاز من برا لا من عاداتنا أن المرأة تجنز وتشتغل بيدها وتذوق عائلتها وجيرانها وقربها من صنع يديها يعني زي ما يقولوا نحن المطبخين ده صنع يدي وحياة عيني يعني لكن للأسف تم كل شيء ما تمد على اللي برا حتى نكهتها ما تعرفهاش طعمتها مش مقادير يعني نتذكر انا من جداتي زمان بدون مكياج هو لازم مقدار 500 جرام 500 مش عارف شنو كوبايه دقيق زمان العزايز يقامز بدون مكياج عينك ميزانك وتطلع قيمه غذائيه ونكهه طبيعيه 200% يعني نعم ليش؟ انك كل التفكير الشغل يدوي ومستمر نعم متعودين احنا على الشغل يدينا يعني مش متعودين نجيب حاجه من برا صحيح سيدة سليمة انت ذكرتي اشياء جميله جدا يعني وقلتي ان جداتنا حتى امهاتنا الكبار في السن كانوا يعتمدوا على زي ما عليه عينك ميزانك ولو ان هذه عينك ميزانك صعبه شويه فكانوا يعتمدوا عليها ويطلع المنتج او الحلو اللي يديروه جميل جدا في حاجه ثانيه ما نعرفش اذا كانت هي ما زال موجوده ولا لا يعني انا عاصرتها كان الايام الاخيره قبل العيد كل يوم في حوش جاره يلتموا الجيران باش يديروا المقروض او الكعك او الغريبه وكل واحده تكون من الجيران تكون هي معروفه اللي هي الريس او اللي تكون هي فالحه في الحلو المعين فبالتالي هي كل هي يوم هي اللي عندها الميزان هي لا يعني هي اللي المفروض هي بتعجن المقروض هذه كانت بتعجن الغريبه لان هي شاطره فيها هذيك شاطره في الكعك وكل يوم عند حوش حد من الجيران
ويذوقوا بعضهم من الحلوات، يبدلوا مع بعضهم. مش عارف الاشياء هذه انقرضت حاليا، بدا كل واحد نفسي نفسي ويدير بروحه ومعاش في الضوقة زي قبل. فهل موجوده ما زال انت لمستيها ولا اختفت للاسف؟ لا للاسف للاسف للاسف، نكرر 100 مره للاسف، اختفت نهائي. مش اقول لك اختفت شويه، لا، ممكن في الدواخل المناطق الليبيه الدواخل ممكن كانت موجوده، لكن اغلبيه المدن الان اختفت. يعني حتى معلش سامحوني لما خلينا هذا المنبر، ان يعني حتى الحلويات للاسف الشديد لما نشري نحن حلويات ما نبيش نقول عليه لجارتي باش ما تجيش زيها، صحيح ما توريش المحل قضيت ما تاخذ زيها. ليش انا زمان انا زي ما قلت حضرتك اليوم نلتموا عندي انا، ليش اني انا نعرف نفتح في الغريبه وطريقه الغريبه نعملها ونديروا كميه كبيره وكل واحده تاخذ حصتها وتقطع. صح صح صح. عندي الجاره الاخرى نديروا الكعك، ثالث يوم عندي جاره اخرى نديروا الفطيره، كل واحد ياخذ حصته يروح فيهم فرحانين. وما نقولش لا انا عندي وهذه نفس اللي عندي نفس اللي عندها، ما فيهاش تباس. صحيح. لكن الان انا يعني حتى في كم منبر انا تخاطبت فيه، ليش بدينا نخطف الود اللي بيناتنا؟ ليش بدنا يخفي الود؟ ليش نحن كنا لمه واحده الليبيين؟ صحيح. الحلوات الحلوات اللي في الشرق تلقاها في الغرب، واللي في الغرب تلقاها في الشرق. صحيح. مرات حتى نتواصلوا لما نمشي انا للناس في الغرب نشيل لهم الحلوات الليبيه ونقول الشرقيه اسفه. صح. ونحكي لهم شو كنا نديروا، هم نفس الشيء لما يجوني في مناسبه يجيبوا لي المقرود، يجيبوا لي البقلاوه الطابلسيه ويقولوا لي حتى طريقتها كيف. الان لا تلقاهم يداروا على الحاجه، ليش؟ بالضبط. صحيح. للاسف الاشياء كانت جميله، ولو ان المستفيد الوحيد من اختفاء هذه العاده هم الاطفال، لان هم كانوا يحطوا في الصفرة فوق راسهم يمشوا للكوشه. لا والله بالعكس، كانوا فرحانين بيهم. كنت واحده من الناس اللي كنت نفرح ونقعد حتى نسال في امي رحمه الله عليها، امتى يا امي بتديروا الكعك؟ باش يكلم صحباته ويشوفوا من اللي تشيل اكثر ومن اللي تجيب اكثر. يعني والله سيد سليم الراس هذا يا مشال. يا مشال. يا مشال صور كعك وقريبه مقروض. في حاجه بنقولها انا كانت من خلال بحثي لقيتها يعني، وهذه تمسكم انتم يا رجال، يعني كانت في لقطه او لفته حلوه في بعض المناطق الليبيه. ايه. نوهتوا لنا المراه الليبيه زمان كانت تتعب واجد في رمضان، صحيح، الشغل على ايديها. وما زالت الحرارات كانت تدق فينا بروحها. صحيح. الخضروات كانت حتى تزرع فين برا مثلا في الثانيه بتاعها او في الجرجينة بتاعها، فكانت لفته حلوه سمحه والله. تخلق الود يعني، كان الزوج او الابن الكبير لما يوم العيد لما الامه تقدم له الشاي والحليب او القهوه مع كوبايه الميه يمد لها مبلغ مالي او قطعه ذهب لما كانت الدنيا بخير، يسموها حق الملح. حق الملح. حق الملح. صح. حق الملح للام او للاخت الكبيره اللي متواجده في البيت او للانسان اللي كانت قايمه على كل شغل البيت في رمضان يعني. صحيح. هذه تغلق الود الاسري اللي نحن بدينا للاسف الشديد يحط كان يحطها في الفلجان ولا في الطاسه؟ الفلجان. في الفلجان. في الطاسه. صحيح. يقولوا لها حق الملح يعني. صحيح. حق. صح. للاسف الشديد الان حتى لما تشري كسوه العيد فيها مشاكل وفيها زعل وفيها. صح. فكانت هذه لفته ود من الزوج للزوجه. صحيح. او من الاخ الكبير لاخته، فنحن بدينا نفقد هذه القيم للاسف الشديد. للاسف الشديد السمحه اللي كانت فيها ود بين الليبيين، ونتمنى انه يرجع هذا الود. وهذا باش سيدة سليمة، احنا هذا باش مخصصين وقت وبدنا نتكلموا على الحاجات هذه. هو مش الموضوع ان نخلقوا جدال زي ما توا مدايرين ان لا والله هذه حاجة زمنية وهذه لا، هذه شرقية هذه غربية. هو الموضوع مش هيك، لكن احنا نتفكروا في الحاجات هذه. او بروح قلتي كان هذا مداير ود بين الناس. بالزبط. كلام بالزبط. الناس من لما مشيت الحاجات هي راحت البركة زي ما يقول. صحيح. بركة يعني حتى المرأة لما انت تقدم لها شيء هذا في رمضان تنسى تعب رمضان وتنسى. صح. ان هي شقيت في المطبخ، وان هي وبالعكس ممكن زمان لما تقعدي تشتغل مطبخ تقعد فرحانة لان فيه مردود. بالضبط. صح. ما هو مش مادي، هو معنوي. هو معنوي اكثر شيء. معنوي. صحيح. ان تعبها ما ضاعش بلاش. صحيح. مع زوج او هو. شوفي سيدة سليمة، احنا حتى حياتنا بدت سريعة والدليفري وكل شيء جاهز وكل شيء ينجاب من برا وكل شيء في لحظة تلقاه قدامك. حتى نكهة العيد والأجواء الاحتفالية بدنا نفقدوا فيها، لأن العيد كان فيه تعب تحضير الحلو، والحلو أنت عارف التعب عليه زي ما قلت لك، يعني تكون أنت شايل الصفرة ورافع للكوشة وجايبة ومحافظ عليه وتوصي في الكواش، ها رد بالك تحرقه. رد دعوة من أمي.
فيعني هذه الاشياء كلها تخليك تحس انك انت عايش اجواء، ونستنوا في العيد، ونستنوا في العيديات، ونستنوا في الاشياء دي بفارغ الصبر. اليوم كل شيء اصبح سريع، وكل شيء اصبح واتي، والحياه كل شيء للاسف فقدت نكهتها. لكن ان شاء الله بفضلكم ومجهوداتكم ومجهودات كل الناس، احنا ندعو دائما الى احياء هذه ثقافتنا وهذا تراثنا ونحافظ عليه. ومفروض ان كل الاجيال تتشبث به، يعني ومش صعب ان احنا نحافظ عليه بامانه يعني. ان شاء الله. انا حتى كم منبر انا دويت به حتى مؤخرا عندي في بيت اجواد، كل حلقه نحكي بالشياضه، يا ناس ردوا للود، يا ناس ردوا لللمه الليبيه. ما فيش غرب وما فيش شرق وما فيش جنوب، نحن اسره واحده، لمه واحده. نعم. عيدنا واحد. يعني انا قلت لك من خلال بحثي كل المناطق كانت تدير في الكعك والغريبه. صحيح. ايش معناه؟ صح. ان نحن اصل واحد، ثقافه واحده. صحيح صحيح. ثقافه واحده. صحيح صحيح. فكره واحده، بدو كنا واحد وحضرت واحد. بالضبط. صحيح. كنا وحده يعني جد يعني. صحيح. احنا شاكرين جدا وجودك معنا سيده سليمه، وشكرا لي على المداخله وهالدردشه الجميله، وان شاء الله ربي يعطيك الصحه ورمضانك مبروك، وان شاء الله ربي يعني العيد يكون عيد خير عليك وعلى اسرتك وعلى كل الامه العربيه والاسلاميه وكل الناس يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله زي ما كان يلم فينا العادات، ان شاء الله نلتم من جديد يا رب. ليبيا وحده باذن الله يا رب. ان شاء الله وانتم طيبين. وانتم طيبه ان شاء الله. امه محمد جميعا كل عام وانتم بخير ان شاء الله سيده سليمه. اكيد علي. احنا مكملين معاكم مع المشاهدين الكرام، وعندنا تقرير عاداته الزميله مي، شكل الحروف اليوم هاربه، مي بوشناف عن صناعه القديد واللي هو جزء من الطرق القديمه في حفظ اللحوم. اليوم بامتياز الحلقه على الاكل. ماكله اليوم. خلينا نشوف التقرير ونرجع نعلق. القديد او القرقوش هو اللحم المجفف المتعارف عليه في ليبيا، واستخدموه الاجداد في فترات قديمه عشان يخزنوا اللحم لفترات طويله. ما زال القديد من الأصناف المميزة في عديد من الأكلات الليبية، خاصة الشتوية منها زي المقطع والمكرونة المبكبكة والرز الجاري والحساء الدرناوي والتشيشة والكسكسو بالدهان والرشدة بالبرمة وغيرها وغيرها من الأكلات الليبية. وتقوم العديد من النساء بتجديد اللحم خاصة في عيد الأضحى، لأن طبعا ما زال يباع في بعض المحلات الخاصة باللحوم جاهز عشان الناس اللي هي تحب تستخدمه وما عندهاش قديد، بيكون متوفر في كافة المواسم. وطريقة تحضير القديد تبدأ بتشريح اللحم في شكل سيور أو شرائط رفيعة، ويتم نشره على حبل في الهواء مع إضافة الملح عشان ما يفسدش اللحم، ويكون منشور لعدة أيام لعند يجف تماما ويصبح يابس. وطبعا هذا كله يكون بتغطيته بشاش عشان يحمي من الحشرات ويسمح بالتهويه. بعدين يقطع القديد او اللحم اللي جف ويتم قليه في الزيت والدهان مع تتبيله خاصه به، ويحفظ في علب حافظه لمده طويله. وفي من يحفظه بالطريقه التقليديه في زير من الفخار، حيث يحفظ طيله العام دون ان يتلف وما يتغيرش حتى طعمه. من الأسباب اللي تخلي الناس تجدد اللحم هي اللحوم الزائدة اللي موجودة في المناسبات، وعشان يحافظوا عليه لفترة طويلة. وأيضا يبدع المطبخ الليبي في أنواع القديد، فهناك ما يعرف بعصبان الشمس، وهو عبارة عن قطع من الكبدة والكرشة والقلب تتبل وتلتف بالأمعاء الدقيقة، ويتم ربطها كلها مجموعات مع بعضها وتنشر على الحبل لمدة يومين. هذا كله يتم مع تغطيتها بالشاش. عندك انت وبعدها طبعا. شكرا. جديد علي. لا مش رشده، خلينا نعطوا حل للناس. الناس خش على رمضان كان في ضي وشرو والحمى كتب الله، وكلها قاعده مكدس، توا تم رمضان، ضي بدا يهرب في نص رمضان، واكيد لو بدا يفسد واللي بدا يكي. فاعرف هناك طريقه القديد تستفيدوا فيه حتى بعد العيد. يعني القديد انت هنا تعرف القديد والله قلنا بناخذ نتاع، لك تو سخن الجو تو سخن الجو قاعد نحاول نقنع عليه ندرنا رشته بالقديد يعني، فنبي يفك يشوف يتابع طلعت ما درتهاش حتى. لا 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 دير القديد مش واهتي انت، دير القديد انت قدد يعني قصدي نحمس فيه والله نحمس فيه ونخلي فيه يعني، بس انه هو يجرب كل الاشياء يعني. لا تجينا في ليبيا تنوريك رجله بالقديد. لا كان روحت ليبيا حنستغنى يعني. اليوم وفي متابعتنا لشهر رمضان وصلنا طبعا احنا لهذه
الجزئيه الاخيره في حلقتنا ديما اللي خصصوها للاعمال الفنيه، سواء بدينا بدايه رمضان بالاعمال العربيه توصلنا للاعمال الليبيه وخاصه الاشياء اللي اخذت مكانه فعليا كان في محتوى كويس، وشفنا ان زميلنا هاشم طبعا هو يعد الفقره لكن كان في كلام عليها الاعمال هذه بشكل كبير. طبعا حنستعرضوا تجربه من تجارب التوثيق الدرامي او الديكو دراما، وهو برنامج قضية في سطور واللي يستعرض عدد من القضايا الشائكة في قالب درامي. هذا العمل يتخلل أو هذا البرنامج يتخلل عدد من المشاهد التمثيلية اللي تعبر عن القضية المطروحة. طبعا يشارك في العمل عدد من النجوم على رأسهم الفنانة الكبيرة والقديرة زبيدة قاسم اللي تقوم بتقديم هذا العمل. خلينا نشوف مع بعض الكليب هذا وبعدين نرجع نهدرز على موضوعنا وموضوع هذا العمل. أعزائي المشاهدين، عزاتي المشاهدات، ربي يسعد أوقاتكم وين ما كنتم. في سطور قضيتنا اليوم نقرأ عليكم أول سطر من القضية، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خالد. نعم يما. مريضة يا ولادي. شن تحسي؟ تحس في راسي بينفجر ومش قادر نتنفس، يهرب علي بس. باي خذي حبوب الضغط، كده ضغطك مرتفع. لا يا وليدي، لا مش ضغط. تو انت بدير روح دكتورة يما. اخ يا وليدي، اللي نحس بي يعني ما يعلم بي كان ربي. ضيف لضيف. طبعا اكيد حنتكلموا عليه العمل هذا مع المبدع اللي تكلمنا عليه، واحده من اعماله الثانيه خلال الاسبوع اللي فات، الحلقه اللي فاتت تكلمنا، الحلقه اللي فاتت اللي هو الاسبوع اللي فات اللي بدايه الاسبوع علي فاطر لكن ما زال ما ترفي الصيام. طبعا حينضم لنا المخرج عادل الحاسي. اهلا وسهلا بك سيد عادل، كل عام انت بخير. اهلا وسهلا بك، تحيه مسائيه طيبه لك اخوي علي القماطي وخوي محمد الفيتوري ولكل القائمين على برنامج ليالي رمضان، وتحية لكل المشاهدين المتابعين لقناتكم موقع. أهلا وسهلا. مساء الخير خوي عادل، ونورتنا وإحنا سعيدين جدا بوجودك معنا، ورغم أن إحنا كنا حابين نحكم معك من الأسبوع اللي فات ومن الحلقة اللي فات تردها لي يعني، بس الحمد لله اليوم برضك إحنا محظوظين أنك أنت معنا يعني، ولأن عندنا أسئلة. هل بالي عادل وشين هالإبداع يا عادل؟ لا لا جديات، موفق وموفق سيد عادل. أول حاجة خليني نبدأ في هذا موضوعنا لليوم، بعدين نمشوا لأيام الجور لأن عندنا دوة حتى على أيام الجور. أوكي، ليش اخترتم الاسم هذا باش يكون لهذا العمل أو لهذا البرنامج تحت اسم قضية في سطور؟ ليش اخترتوا هذا الاسم بالتحديد؟ والله الاختيار طبعا كان القضية، لأن القضية مختصرة وأي قضية شفائية نعرضها كانت في عبارة عن سطور، يعني ما خذيتهاش بتوسع، خذيت لب الموضوع والشيء المهم فيه. يعني هو برنامج إرشادي أخوي محمد، إرشاد اجتماعي. نعم. طبعا يعرض من خلاله عدة قضايا اجتماعية، البرنامج تخلى مشاهد تمثيلية، المشاهد هذه تبين الجوانب السلبية للقضية الاجتماعية المطروحة، تمام؟ واما الجوانب الايجابيه فطبعا تقوم بتوضيح الاخصائيه الاجتماعيه اللي هي قامت بدورها الفنانه زبيدة قاسم. نعم. طبعا وعندنا العديد من القضايا اللي طرحت، يعني على سبيل المثال الحصر، لاني انا عرفت الذاكره يارا وذاكر السمكه. صح.
حرمان مثلا حرمان الطفل اللي هو الحرمان الاقتصادي والحرمان العاطفي، حرمانه من لعب وايضا الخيانه الزوجيه سواء كانت خيانه الزوجه لزوجها او العكس، وايضا اطفال التواحد حتى هو في مرحلتهم وسن المراهقه سواء شاب او شابه والزواج من اجنبي وبر الوالدين وغيرها من القضايا. طبعا بالاكيد هذا كمحتوى حندو فيه هلبه، لان انا في رايي الشخصي ان المحتوى هذا جاء في وقته محمد، خاصه باللي قاعدين نسمعه فيه في ليبيا في الايام هذه من بدايه الشهر الفضيل لحد الان، الجرائم اللي بدات تطلع وغيرها، فمحتوى كهذا هذا وقته ولازم يتم التكثيف منه. لكن خلينا بس نتكلم توا على الجوانب الفنيه والجانب التقني بشكل عام. انت اخترت الفنانه زبيده قاسم ان هي تكون في دور الاختصاصيه الاجتماعيه في البرنامج هذا، هل تم اختيارها لأن الوظيفة كاختصاصية اجتماعية كان محتاج شخصية شبيهة بشخصية الأستاذة زبيدة، ولا في أسباب أخرى أنت اخترتها للعمل هذا على خطرها؟ والله بالنسبة لل طبعاً 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 بس الواحد يوصل يعني المحتوى هو محتوى اي قضيه لازم يكون حاس بها، وانتم تعرفوا يعني والمشاهد الليبي يعرف جيدا الاستاذه والفنانه القديره زبيده قاسم ان هي انسانه قبل ما تكون فنانه. صح صح. فانا اخترتها لانها حتوصل الرساله هي بحذافيرها وشعور طيب وباحساس يعني احساس مرهف، وانا نعرف اصلا نعرف الابلة ونعرف شنو عندي زي ما نقولوا. صح. طيب هذا الموسم يعني مع نهايته هذا الموسم، هل في اتجاه لإعادة الفكرة هذه في شهر رمضان الجاي أو حتى خارج السباق الرمضاني؟ يعني بما أن احنا محتاجين لهذه النوعية من البرامج أو من المشاهد التمثيلية أو من النوع هذا من الدراما اللي إذا صح التعبير، خاصة زي ما أشار علي أن احنا الفترة الأخيرة للأسف شديد دي عندنا مشاكل اجتماعية للأسف لو ما وقفنا لهاش دعما قانونا واعلاما وصحه نفسيه وارشاديه مش حنقدر نتغلبوا عليها حتتفاقم بشكل كبير. بالضبط. طبعا السلسله هذه باذن الله تعالى مستمره. وان شاء الله باذن الله تعالى في شهر رمضان القادم حتكون 30 حلقه تمام، وحنتطرقوا لها بتوسع وحنتناولوها يعني بشيء مفصل، وايضا ممكن نضطر ان نطلع قضايا من قضايا مسايره بس حقيقيه. حلو كويس. طبعا بعد الاذن يعني من الجهات المختصه ان شاء الله حنعرضوها باذن الله. حلو إن شاء كويس. على اي اساس بيتم اختيار القضايا في الموسم هذا اللي تم عرضه؟ والله نقول لك حاجه، القضايا هذين لان نتول هذين القضايا اللي يعاني منهم المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الليبي بصفة خاصة، يعني حرمان الطفل زي ما نقول خوي محمد وخوي علي نحسوها حاجة بسيطة، لأن نحن لو أن ما سمعناش له الطفل عنده هو قصة معينة على سبيل المثال وشيء بيحكيها البوه والله الأمة، أنت يعني زي ما نقولوا تنتهين بالموضوع هو وما تسمعش ابنك، لكن هو شيء كبير رغم أن القصة قد تكون صغيرة أنت في نظرك لكن هو كبيرة عنده. صحيح صحيح. هذه نحن لو أن ما تبثش وما سمعنا لاش نحن معناته حنا حنكون حنوصلوا لمرحلة أن التكتين هو، وإلا حيضطر أن يحكي القصة هذه السين من الناس، حيدور ناس وتحكي مرات مش كل الناس اللي بيسمع بيهم طفل صغير في هذا يكونوا أذكياء ويكونوا على قدر. وايضا قضيه اطفال التوحد حتى هي فهمتوا؟ يعني نحن نشوف نسبه مرضى التوحد زادت نسبه كبيره بكت في السنوات هي. صحيح صح صحيح. يعني صحيح. انا اضطريت اني ناخذ القضايا اللي حاليا عرفت منتشره متوزعه عندنا نحن في المجتمع الليبي. نعم طيب خليني حسيت اني تفضل تفضل معك كمل تفضل. ورغم اني حسيت يعني تم التخصيص في حقي اني المفروض اني اتناول ان توسعوا مرات
القضية الوحدة ممكن تاخذ 3 حلقات عادي، فهمت؟ صحيح بالضبط. لكن احنا نعرف في نفس الوقت حتى ظروف الانتاج وهيك نعرف الاوضاع بشكل عام يعني. صحيح والله ما نحكي لك. طيب احنا نبوك تحكي لنا تو، احنا نبوك تحكي لنا مش على ظروف الانتاج، احنا بنحكوا عليه مسلسل ايام الجور، هذا العمل الجميل الرائع اللي فعلا صراحه يعني احنا ابهرنا، ولو اني حسيت ان الحمد لله حسيت انه هو ظلم كسوشيال ميديا يعني ما خداش حقه من الترويج والدعايه زي باقي المسلسلات، ولكن هو عمل قيمته عاليه جدا صراحه. فاحكي لنا انت عادل، راضي على ايام الجور؟ احنا انا كشخص راضي صراحه على ايام الجور كشخص كمشاهد متلقي. بس انت عادل كعادل انت راضي؟ خلاص تسلم، الامور طيبه ان شاء الله. تسلم. احنا لما شفت انا محمد المسلسل قعدنا نتناقشوا على موضوع البرودكشن والانتاج بشكل عام، انا حسيت ان المسلسل مازال محتاج دعم اكثر من هيك، لانه وصل يعني لما احنا نتكلم على مثلا موضوع زواج القاصرات، هذه مشكله عانت منها ليبيا فتره الظروف الامنيه اللي صارت والحرب وغيرها، ما كانش حد يتكلم عليه ولا حد قدر يتكلم. كان اللي عنده بنت يقول لك انا والله ممكن تطيح قذيفه، والله مش عارف حوشي وين يجي، والله هيك خلينا نزوجها ونرتاح منها، وهذا كان التفكير السائد. انت مسيت حطيت ايدك على الجرح بالضبط. اليوم دوله كامله قاعده تخدم على الدعم النفسي ما بعد كورونا ما بعد الحرب وغيرها، انت جيت اخذت الفكره ووصلتها بشكل كويس في قضيه في السطور، فبالعكس انت قاعد تخدم على افكار حلوه ومحتاجها المجتمع، لكن كدعم انتاجي احنا قاعدين نشوف فيه بسيط جدا. علاش الموضوع هذا كان؟ هل ما فيش حد دعم لما طرحت الافكار، ولا انت ما درتش مجهود كبير في التواصل مع الجهات المفروض تدعم؟ والله اولا بدايه شكرا لسماعكم والله، وهذه لطيب اخلاقكم والقناه الموقره هذه، وانت بالذات استاذ علي الحق يعني شفت منك حتى بوست على صفحتك. الله يسلمك، هذا واجب لان العمل يستحق صراحه. والله يعني لما تكونوا انتم متابعين يعني والله لا شيء، والله شرف عظيم قسما بالله، يعني قناه تابع في برامج وتواكب يعني والبرنامج او المسلسل او ما عرضش في قناته، يعني والله الا قسما بالله شيء يعني مفرح الحق والله. طبعا استاذ علي واخوي محمد بالنسبه لان ما حصلش حقه من الدعايه، لان اولا طبعا ممكن الفتره او الزمن يعني كانت سيئه. طبعا احنا مشينا، خليني احكي لك من البدايه، طبعا اول مره واجهنا عده ظروف، نحن كنا حاطين مده معينه للتنفيذ وعلى اساس ان لما نجو فهمت ونجو للمدينه هذه يتم اختيارها ان ناخذ فيها ممكن 20 يوم 30 يوم هيك حاجه زي هيك ونبدا وتوكل على الله. لكن اللي شفناه نحن طبعا شفنا ان المدينه كل اغلب المباني مواقع التصوير اللي تم اختيارها متهالكه، مما اضطر فريق العمل لاعاده بنائها من جديد. وهذه خذت منا وقت وجهد. صحيح. تمام. وفتره التصوير اصلا حتى ظروف المنطقه الطبيعيه وطبيعتها الجغرافيه يعني صعبه شويه، فهمت؟ حتى هي اخذت منا وقت باش نوقفوا نحن التصوير، والاغلب المشاهد زي ما شفتوا انتم كان التصوير خارجي. اوت دور. صحيح. تمام. ولما كملنا ودخلت انا في مرحله المونتاج يعني خلاص ما عادش بيني وبين رمضان شيء، فهمت؟ والحاجه الثانيه والمهمه اني حتى لما بعثت برومو للقناه الخاصه اللي بتعرض العمل المسلسل ما داروش حمله اعلانيه او مبروح ولا حمله دعائيه، ورغم اني بعثت لهم الصور من فتره طويله، صور باش يديروا بوسترات اقل حاجه باش يلفتوا، عرفت يلفتوا انتباه الناس وكذا. لكن سيد عادل مع هذا المسلسل بامانه يعني المس الناس وصل للناس
ويعني انا حتى قلت لعلي صراحه احنا مش نقاد واحنا متفرجين يعني بغض النظر ان احنا نشتغل في الاعلام او كذا، ولكن احنا انا وعلي نتفرج على المسلسل بعين المشاهد البسيط. قلت له يعني من الاشياء الجميله اللي شفتها في ايام الجور ان حتى الممثلين طلعوا من القالب اللي كنا احنا اللي دائما واخدينه متعودين على الليبيين، اللي هو سيناريو او طريقه الالقاء اللي فيها نوع من التصنع تسميع زي ما يقول او يسمع حافظ مجرد بالضبط. حسيت ان طبعا شهادتنا مجروحه في زبيده قاسم، عياد زليطني شفناه بشكل يعني حبيناه هل بالمره هذه اكثر من صراحه يعني اكثر من اي وقت مضى، استاذ محمد بن يوسف يعني شباب جدد يعني في ماجد الدكتور حتى ماجد الدكتور يعني فتره ما شفناها بشكل هذا. اربع اجيال خوي محمد خوي علي، اربع اجيال راهم اللي إيه؟ قاعدوا في المسلسل وعاصروا اربع اجيال يعني بالضبط. وهذه دوينا فيها النقطه مع الشباب والصغيرين لما إيه؟ زي وعد رواتي. صح ما نقدرش نذكر اسماء لاني عارف انا ما تحضرنيش الذاكره. ما هذه لا احنا هدرنا مع استاذ رمضان المزداوي. سالنا سيد رمضان المزداوي على النقطه هذه انه كان في فعليا وجوه جديده لحد ناس عندها تاريخ يعني. كيف كان موضوع اداره الناس في العمل؟ والله لما تكون انت حاب شيء وحبك للشيء هذا بالتأكيد انك حتخدمه وحتعطيه يعني بكل وجه وكل محبة وكل صدق وكل إخلاص. طبعا هم حبوا النص وحبوا العمل، ولما نحن جهزنا جميع المواقع هم حبوا الشكل العام الشكل الخارجي، وحسوا انهم فعلا من سكان القرية. هي القرية اللي رغم ان فيها تفشي الظلم والاضطهاد هم حبوا الشيء هذا. في نفس الوقت يعني نحن قدرنا درت ألفة بيني وبينهم من البداية حلو حتى الناس الجديدة وكذا، فهمت يعني ما حسستهمش ان راهو العمل كبير، ما حسستهمش ان الموضوع كبير، ما حسستهمش اني انا مخرج، فهمت ما حسش بالشيء هو. حسينا ان نحن عائلة. حتى لما جيت حسست معاهم وقلت لهم راعي يا سفينة وراعي صحيح نحن كلنا من ضمن السفينه هي، فهمت؟ والمركب هذا راهو ما يمشيش واحد، وما تقولوليش انت القبطان، وما تقولوليش انت الربان، وما تقولوليش انت سيد العمل، لا. احنا راهو يد بروحها ما تصفقش، فاهم؟ الحق الحقيقه يعني شفت منهم الاجتهاد وما تعبونيش الا الله. وفي نفس الوقت طبعا انا كنت مركز خويا علي وخوي محمد كنت مركز على اداء الممثل اكثر من اي شيء. نقول لهم يا جماعه الامور التقنيه خلوها اخر شيء بالنسبه لي. حلو وهذا فعلا مركز على اداء الممثل. هذا الدليل. نقول لهم نشوف في رأفة الهجان يعني اقل تقنيه صحيح يعني قصه صح بالضبط. وهذا فعلا الاداء وصلنا سيد عادل، وصلنا اداء الممثلين، وصلنا احساسهم، قنعونا صراحه. وانت عارف السباق الرمضاني السنه هذه كان كبير، وسواء على الصعيد المحلي كبير جدا على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد حتى العربي يعني شو اعمال يعني فوق ال 40 مسلسل عربي واكثر. هذا مخرب اسمه متاحات مش في اي بي، والانتاج المحلي وقوه الانتاج يعني بالضبط، والحملات الاعلانيه صحيح. يعلم ربي انا نخدم على اداء الممثل قبل اي شيء وبعدين بالضبط. وانت وبصراحه سيد عادل السنه هذه كنت موفق في حاجتين الحمد لله، اداء الممثل والسيناريو والقصه في نفس الوقت ايام الجور خاصه. فربي يعطيك الصحه وكل منور. الناس اللي اشتغلوا على العمل هذا منور انستنا، واحنا سعيدين جدا اليوم بسمع صوتك وبهالنقاش ودردشه. اكيد ان شاء الله مش هذه مش عظيم الشرف، ومش هذه حتكون اخر مره ان شاء الله. والله وبدون رياء، وممكن ممكن ممكن هاشم الزروق يعرف الكلام هذا، اقسم بالله القناه هذه من ربي والله كليلها كامل. تسلم الله يسلمك. تسلم وانت عزيز وغالي علينا، واحنا دائما في المتابعه عليك ان شاء الله، وربي يوفقك يا رب ان شاء الله. سلمكم تحياتي وكرر شكري ان شاء الله، وشكرا لثناكم وشكرا للفته الطيبه هذه، وان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب العالمين. وانت بخير اخوي عادل. شكرا جزيلا لك سيد عادل.
فعليا الاعمال المميزه حتبان حتى لو كان في شهر رمضان ضاعت في الزحمه هذه، لكن انا متاكد ان الناس حتقعد متفكر الحاجه المميزه، القصه المميزه، الاداء المميز، والتنافسيه الحلوه حينزل. هذه اللي شفناها اختلفنا صح. توافقنا على اشياء كذا، لكن التنافسيه هذه تخلق جو من الابداع دائما بالضبط. وبالعكس انا سعيد جدا بهالتنافسيه، لانها السنه الجايه اكيد هل حيستفيدوا من اخطائهم باذن الله تعالى، وهل حيشتغلوا بكري، وهل ايضا حيتوجهوا، وحتى اللي كان ليفل المفروض ما عادش ننزل، حتى عليه اللي كان خايف يخوض التجربه ويخش للمضمار، هذا المره هذه حيكون عنده دافع قوي انه هو يخش، انا متاكد. صح. سيد عادل علق على نقطه ان المسلسل ما نعرضش على قناتنا واحنا تابعناه. انا ومحمد طبعا قاعدين بالعمل فيش ما في يعادل هذاك اون ديماند على الفيسبوك، على الفيسبوك صحيح، مخلطه الحكايه، لان في الاخير بكل لو ان مثلا زميلنا هاشم هو اللي عد في الفقره هذه طبعا مشكور، مشكور لو جبنا اي حد لازم نكونوا الشخص هذا نكون متابعين عمل مكي، اكيد احنا مش ما نقيموش وهيك، لكن احنا حتى احنا مواطنين ومشاهدين، وفي حاجات تعجبنا في حاجات لا طبعا. في حاجات ممكن تكون صح عندنا وجهه نظر في الموضوع، زي ما قلت سيد عادل هو وجهه نظرنا الشخصيه بالزبط. يعني مش نقاد، ولكن كنا يعني تابعنا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق لسيد عادل ولكل الناس، لكل الناس اشتغلت في رمضان هذا، يعني نرفعوا لهم القبعه على اللي شفناه حتى في الاعلانات، قاعدين نكرروا حتى في الاعلانات احنا نرفعوا لهم القبعه على هذا الاداء الجيد والمتميز، وان شاء الله القادم يكون افضل. احنا وصلنا شنو لنهايتنا اليوم، نهايتنا ونهايه الحلقه، نهايه الحلقه اليوم، انا في حروف وكلمات ضايعه ما تواخذونيش، وصلنا لنهاية الحلقة اليوم صح؟ أكيد طبعا، صحة سحور كل الناس اللي تابعونا، وإن شاء الله لقاء جدد إن شاء الله، أكيد الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي إن شاء الله، إن شاء الله وأنتم طيبين، تصبحوا على خير، إلى اللقاء.